سويته الحين هذه صح قبل كم يوم وضع الكاع، لأن لما الكاع تحس إنه بيحاول يأخذ لقطات منك، يعني كاع يرمي نفسه رمي العكس الجهة اللي كان تكي معه، مثلاً تهذب كان معطيك اليسار، فلما الكاع يرمي نفسه يمينه والعكس صحيح. مواكبتك له في الحالة هذه لو كاعيته أثناء الكاع حاول يروح يمين، مواكبتك له تخليه ينهي الكاع يسار، في الكاع مثل كذا يعني كأنك كاعيت السيارة فرامل لو وقفتها وعقب ما وقفتها مشيتها شوي يسار عشان ما يروح الكبوت أو الجزء الأمامي حقها يمين زيادة عن اللزوم. تذكر في الحصان مواكبتك له مصدر المواكبة كان قدام، لما كاعيته وحاول يروح يمين بتفضية أو بتتكي أو بساحب مواكبتك له من جهة من جهة قد ما سوى بالضبط خليه يروح للمكان اللي عكس المكان اللي راح له. إذا كان ناوي يكب نفسه يمين عقب الوقفة طبعا يكب نفسه بثقل بحماقة أو باسترخاء زايد بيصير العكس، يعني بتروح بحماقة عكس المكان اللي كنت ناوي تروح له بحماقة أو بتروح باسترخاء عكس المكان اللي كنت ناوي تروح له باسترخاء.